يسرحكم. دي اسمها ايه؟ قصه بتاعت واد اجنبي. ايوه اسمها كده. يعني ده شعر؟ اه شعر. شعر شعرك انت. طب وانت موقفه كده ازاي؟ ما هو بقى كريم كريم وبعد كده احنا نسال وليد منصور في الموضوع ده. وليد منصور اكيد وليد منصور عارف كل حاجه. ده اتعقد مننا وليد منصور. يعني انت رحت للكوافير فعامل لك ده؟ اه. طب انت ما عملتش زي ليه؟ لا ليه؟ ما هو زي بعض. لا هو ما يعرفش يعمل زي في الشعر. انا شعر انا عامل شعر. لازم يبقى في اختلاف ما بينهم. اه لازم. شعر انا عامل شعر. واحد مبروم واحد واقف والتاني معوج كده. بس